تخيل حضرتك انك عايش في عصر من عصور مصر القديمه تخيل انك بتمشي وبتشوف بعينيك حرمات كبيره ومعابد ضخمه جدا بتشوف عظمه الفراعنه بتشوف علومهم بتشوف كل هذا الامر ممزوج بالتقدم التكنولوجي الحديث اللي وصلنا له الحقيقه اللي بقوله ده مش خيال ولا حاجه ده الميتافيرس او العالم الافتراضي الجديد اللي فتح لنا افاق جديده جدا مجموعة من الشباب المصريين قدرت تحول هذا الخيال العظيم لواقع. الشباب دول عملوا ايه؟ الشباب دول بنوا مدينة اسمها توت ايرا. المدينة دي بتعتبر أول مدينة فرعونية في عالم الميتافيرس. المدينة دي بتقدر من خلالها إنك تلبس نظارة الواقع الافتراضي. بتقدر من خلالها إنك تمشي جواها، بتقدر من خلالها إنك تتجول وسط المعابد، وسط الأشياء الفرعونية العظيمة وبتقدر انك تحجز مكان كمان ممكن تعمل فيه حاجه زي ما الميتافيرس او الواقع الافتراضي الجديد يقدر يسوق لنا اشياء جديده خلينا نتكلم بتفاصيل اكتر عن هذا عن هذه القصه ضفنا النهارده اللي مشرفنا في الاستوديو ضيف مميز جدا الدكتور شريف شعبان هو الاستاذ بكليه الاثار جامعه القاهره وهو ايضا المستشار العلمي لمشروع ميتا توت اللي قدر من خلاله يحط لمسه علميه حقيقيه من خلال هذه المعابد ومن خلال كل ما قدم في هذه المدينة منصب على حركة دكتور الشريف صباح الخير يا مصطفى صباح الخير صباح يعني الخير أهلا قل لي الفكرة دي حضرتك المستشار العلمي بتاعها إزاي قدرت تقدم العلم بتاع المصريين القدماء من خلال العمارة من خلال المعابد من خلال كده وتحوله أو تترجمه لمجموعة من المبرمجين إن هم يدونا هذه الصورة شوف في الأول لازم نعرف الناس يعني إيه ميتافيرس إن هو مصطلح بيخوف في الأول مم. وخصوصاً إن مارك بتاع فيسبوك يعني بشر بعالم جديد ومستقبل جديد الناس هنا متخوفين منه هو فكرة الواقع الافتراضي إزاي إن بقى فيه حياة متكاملة شبيهة بالحياة الواقعية اللي إحنا عايشينها ولكنها افتراضية كلها خيالية ولكن كل إنسان هيحط فيها اللي هو عايزه مم. فإزاي اللي هو عايزه ده لازم بقى من خلال مجموعه من الاطر او مجموعه من الاخلاقيات عشان الموضوع ما يفكش فاحنا فكرنا كمجموعه من الشباب المصريين ان احنا نعمل مشروع مصري خالص طبعا احنا ما عندناش اعظم ولا اهم من الحضاره المصريه القديمه فاستغلينا الحضاره المصريه القديمه ان احنا نحجز مكان في المستقبل عن طريق الميتافيرس حتى سميناه ميتا توت عشان يبقى متماشي مع الحضاره المصريه ومع الميتافيرس او الواقع الافتراضي <تصفيق> 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 طيب ايه مكونات المدينه دي يعني 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 واضح إنه هو هيبقى فيه معابد واهرامات وكده لكن خلوني افكر حضراتكم انه في كده صوره منتشره على الفيسبوك لصوره الملكه كليوباترا لو ده شكلها دلوقتي بال3 دي وال4 دي وبتتحرك هل الحاجات دي هنقدر نشوفها يعني هل انتوا مثلا في مكونات المدينه ابتديتوا ترسموا شكل الملوك عامل ازاي بنتحرك معاهم في المعابد ده, ده جزء صغير جدا من المدينه <تصفيق> <تصفيق> انا عايزاك بقى تحكي لي المدينه كلها هي المدينه <كتاب> اسمها توت ايرا يعني ايه توت ايرا هي كلمتين توت اللي هو توت عنخ امون وايرا اللي هو عصر تخيلنا لو ملك توت عنخ آمون رجع للحياه سنة 2022 هيبني المدينة بتاعته ازاي؟ الملك توت عنخ آمون اللي احنا احتفلنا بمئوية اكتشاف مقبرته 4 نوفمبر اكتشاف كبير وعدى 100 سنة وعمل احتفال كبير فالملك ده تولى حكم مصر عنده تسع سنين توفى عنده 18 سنة ما لحقش ان هو يعمل حاجات كتير لمصر مع انه كان عنده أحلام كتير عايز يحققها طيب هو لو رجع دلوقتي هيحقق أحلامه ازاي؟ احنا هنحققها له. عملنا تخيل لمدينه او عالم كامل باسم توت عنخ آمون ولكن بشكل مستقبلي معاصر. يعني ما هياش مجرد مقابر ومعابد واهرامات. لا ده هي عالم متكامل مستقبلي كامل. مم. يعني اول مرحله احنا افتتحناها في المدينه طريق الملوك هو عباره عن طريق اشبه بطريق الكباش اللي احنا شفناه. عظيم. على الجنبين في اسامي ملوك مصر القديمة مكتوبين بالخراطيش بالهيروغليفي وجنب الطريق ده في مجموعة من القوض فيها آثار أهم آثار أهم ملوك مصر القديمة. تقدر تخشها يمين وشمال. بالظبط بنفسك بيتعمل لك زي مجسم مفهوم بالافاتار تدخل تتفرج على القوض دي تشوف أهم الملوك صورهم أهم الآثار اللي سابوها ونبذة عن الملك وعصره بالإنجليزي بما إن هي مدينة عالمية مم. إحنا بنحاكي العالم كله. ما ينفعش بقى في الميتافيرس ان الملك ده يطلع لي يشرح لي او يتكلم معايا ممكن, ممكن يحصل طبعا وياخدك من ايدك ويفرجك على المدينه ويتكلم معاك على الماضي يفرجك على المستقبل أه. كله بالميتافيرس موجود بس ده لازم يبقى شخص حقيقي بيتكلم معاك علشان طبيعي. يبقى كده صح طبيعي طبيعي يعني ويبقى شخص اونلاين وفي الوقت اللي انت فيه اونلاين علشان ي... طبيعي يعني يجسد شخصية الملك تحتمس أو الملك رمسيس بتعمله بتعمل زي مجسم ما طبعا بقى في تسجيل في فويس أوفر في معلومات تتحط لأن هو حتى الذكاء الصناعي قايم على المعلومات اللي احنا بنغذيها بيه يعني زي بش... ما بنسأل سيري كده مثلا يعني نسألها سؤال هي تجاوبنا عليه هي مش ده. بتجاوب من دماغها هي ما عندهاش دماغ هي متغذية بمعلومات على حسب ما احنا بنسألها هي بتجاوب م. م. نفس الفكرة موجودة في توت يعني طب عايزه اعرف انتوا هدفكم ايه من المشروع؟ يعني كل واحد فينا عنده كده حاجة حاططها قدامه أنتوا عايزين توصلوا لإيه وكان هدفكم إيه في الأول في الفكرة حتى لما أول هدف بدأته. عايزين نقول للعالم إن مصر حجزت مكان في المستقبل زيها زي الدول العظمى عظيم الميتافيرس ده هو المستقبل محدش حدش هيقدر يستغنى عنه وبالتالي أي حد هيتخلف عن الميتافيرس هيتخلف كتير إيه، تاني حاجة إحنا بنحط الحضارة المصرية القديمة قدام العالم ولكن بشكل متطور مش مجرد معابد مقابر لأ احنا بندخله في نفس الاطار المستقبلي للعالم العالم رايح له هيبقى فيه جانب ترفيهي جانب ثقافي جانب آآ آآ تعليمي بالاضافه زي ما حضرتك قلتي اي مشروع لازم يبقى فيه جانب استثماري احنا بندعو شركات عندهم بضايع عندهم اي منتجات ممكن يعرضوها في المدينه ممكن يبقى فيه جانب تسويقي في المدينه في قاعات محاضرات لو اي جامعه او اي مؤسسه علميه ممكن تاجر القاعه دي لمحاضره عالميه يحاضر فيها استاذ عالمي في مكان ما مم. ممكن يبقى في عمليات جراحيه نجيب مثلا مجسم لجسم وتعامل هو عمليات جراحيه قدام الناس مم. يعني مم. الهدف من المدينه شامل كل الافكار سواء كان ترفيهي ثقافي تعليمي استثماري أو اقتصادي مم. مم. بس يعني انت عايز تقول لي ان انا ممكن في مدينه فرعونيه اشوف اعلان مياه غازيه مثلا محطوط وسط الفراعنه هي مش كلها عن الفراعنة هو آه. في هتلاقي قطاعات او آه مساحات مستوحاه من روح مصر القديمه ولكن م. باسلوب متطور عصري انا شفت الصور مبهره جدا يعني انا كنت اتمنى ان انا اعيش في العصر ده آه. واتمنى فعلا ان انا اخش الميتافيرس عشان امشي وسط الحاجات العظيمه دي طبعا, طبعاً ليه؟ دخلت آه. شفت الصور ولكن في النهايه آه آه هو واقع افتراضي انت يعني بتخش من خلال النضاره دي وتمشي وتشوف الحاجات دي لكن انا لسه ما تفعلتش يمكن التكنولوجيا لسه ما وصلتش عندنا بالشكل اللي احنا يعني, يعني ده يعني. حقيقي الناس هنا لسه كمان متخوفه من فكره الميتافيرس طب انا هدخل هشوف ايه هقعد ايه كام ساعه على الميتافيرس طب الاولاد هيدخلوا مش هيذاكروا ايه وده تخوف مشروع وكل الناس عندها حق في الموضوع ده مم. ولكن احنا في فكره المدينه دي ايه عملنا مجموعه من المواثيق او العقود الاخلاقيه بحيث ان اي حد يدخل المدينه لازم يشعر بامان أنا حطيت سبع قواعد مستوحاة من الأخلاقيات المصرية القديمة أو روح الماعت بتاعت مصر القديمة اللي هي الحق والعدالة. إن المدينة دي تشمل وتسعى لكل الناس، كل الناس على الأرض ليهم حق إن هما يدخلوا المدينة دي. مفيش كراهية، مفيش عنصرية، مفيش تمييز، مفيش تحرش، مفيش أي مضايقات في سلام، في إخاء، أي حد هيتعرض لمشكلة يبلغ عن الشخص اللي ضايقه وبتعمل له بلوك وبتطرد من المدينه دي مم. بحيث ان احنا بنوفر قدر كبير من الامان ومن الراحه لسكان المدينه دي. مم. اللي انا فاهمه برضه ان الفيسبوك هو وسيله تواصل اجتماعي عندنا أنا بنفهم احنا بنشتغل عليها ازاي وان ده هيتنقل للميتافيرس. انا فاهم ان الميتافيرس ان انت بتلبس نظارة وتخش مكان مش شرط نظارة انت ممكن تدخل بالموبايل او بشاشه عاديه طيب. آه المدينه مش مرتبطه بشكل مباشر بالفيسبوك <applause> ولكن انت ممكن عن طريق لينك تدخل منه على المدينه دي بتسجل بياناتك بكل التفاصيل بتاعتك بتعملك مجسم بالافاتار وتدخل تبقى زائر في المدينه دي ببلاش طيب هرجع ل على... وتعمل كل النشاطات اللي انت عايزها هرجع يعني... لنقطه قبل كده اتكلمت حضرتك فيها انه الميتافيرس عامة الناس خايفه ان الاطفال تقضي وقت كبير قوي في الحقيقه انا عاجبني مشروع جدا او مشروع اللي انتم عاملينه جدا لسبب انا شايفه انه ممكن يكون حاجه تعليميه ليه حقيقي. ما ناخدش ده في المدارس عندنا ونعمل افكار زي دي للولاد وتبقى حاجه لذيذه يدخلوا يتفرجوا او يتعلموا تاريخنا أم... مش بس على فكره الاطفال احنا الكبار في حاجات احنا درسناها لكن نستناها ندخل تاني نتعلم من اول وجديد يبقى محتوى تعليمي خليني اقول لو حابين ان أنتوا تزودوا حاجه زي دي عندكم هي. فكرتوا فيها ولا لا؟ موجود زي ما قلت لحضرتك في قاعات محاضرات بحيث ان لو جامعه او مؤسسه ممكن تعرض محاضراتها ممكن تستضيف شخصيه عالميه يدي محاضرات في نطاق كل طلبه او كل داخلين من كل قطاعات من كل مكان في العالم ممكن يحضروا المحاضره دي اطفال شباب كبار حاجات متخصصه حاجات عامه لكن فك... فكرتوا في فكره انه لو خدتوا من المحتوى التعليمي المصري مثلا يعني خلينا نقول وابتدينا نعمله على فكره المات توت عندنا لو عملنا بقى حاجات تانية كثيره الاسره مش عارفه كم الحاجات دي كلها هل فكرتوا في ده ان انتوا تبتدوا تطوروا من ده؟ بير بروجكت يعني حسب البروجيكت اللي انتم هتعملوه او مطلوب منكم. بالظبط ليه لا؟ يعني الموضوع متاح وفكره الميتا توت او الميتافيرس بشكل عام متاح لكل الافكار واحنا بنطوعها على حسب اللي احنا عايزينه، ممكن ندخل فيه منهج دراسي، ممكن نعمل المساحه لطلبه ممكن يدخلوا يشوفوا حاجات مش لازم بقى النظام القديم في كتب او محاضرات لا ممكن يشوفوها مجسمه. يعني ممكن يشوفوا فعلا لو درس تاريخ شوفوا التاريخ بيتحرك قدامهم شوفوا معركه كامله بتدور حواليهم هم ممكن يدخلوا وسطها ويشاركوا فيها حضرتك استاذ في كليه التاريخ او استاذ في كليه الاثار ازاي قدرت تطوع معلومه يعني مش متخصص في التكنولوجيا عايز اقول كده ولا انا <applause> يعني عملت ايه او هم استفادوا منك في ايه يعني حضرتك قلت لهم ايه بالظبط فدتهم بايه علميا و تاريخيا في صناعه هذه المدينه شوف لما نعمل مدينة عالمية قايمة على أسس تاريخية أو قايمة على فكرة حضارة مصر القديمة يبقى احنا بنقدم معلومة لازم تبقى معلومة صحيحة ومعلومة مم. مؤكدة خصوصا ان المشروع ده يعني ان شاء الله احنا عايزينه نعيش مئات مئات السنين مم. والعالم كله هيدخل عليه احنا لازم نقدم حضارتنا بأصح وأجمل وأبهى صورة عملت إيه بقى؟ استعنت بمجموعه من المراجع مجموعه من المصادر نزلت مواقع اثريه شوفت الاثار بشكل مباشر نقلت ده طبعا للمدينه بحيث ان الزائر هيشوف كل حاجة هو مش قادر يشوفها على الواقع هيشوفها عن طريق الميتافيرس مهتمية أعرف عنكم أنتوا أكتر كشباب عملتوا المشروع ده الشباب المشاركين كمان في المشروع ده أعمارهم قد إيه تقريبا؟ يعني مثلا من 20 ل 25 كلهم شباب شغالين في الاي تي صاحب الفكره دكتور اشرف عادل محسن هو استاذ في كليه هندسه جامعه شمس الفريق حوالي مثلا 15 ل 20 شخص كلهم مصريين فصناعة المشروع ده وصناعة المدينة دي مصرية 100% دي أجمل حاجة طب هي. وتقدر من خلالها انك لو انت في امريكا في اوروبا تخش بالميتافيرس من هذه الحته وتحجز مكان. مكان او تحجز بارتيشن يعني الميتا فيرس بيتيح ليك ايه في المستقبل كشركه او كفرد شوف احنا كنا بنقول الفيسبوك دي وسيله ترفيه او الموبايل ده وسيله رفاهيه لطبقه ما العالم كله كل الناس معاهم موبايلات وكلهم داخلين على الفيسبوك الميتافيرس مع الوقت هيبقى ده الاساس، ده اسلوب التعامل مع كل الناس، ما حدش هيقدر ان هو يتخلف عنه، واي حد مش هيدخله هيبقى متاخر كتير، <applause> شركات، مؤسسات إنك ممكن تعمل ميتنج جوال لانك ممكن تتقابل مع قوي. ناس، ممكن تت... في شركة عايزة تبيع منتج في بيوت أزداء، يعني في مرحلة من المراحل اللي هنفتحها إن شاء الله عن قاعة نفرتيتي، <applause> دي طبعًا نفرتيتي ملكة الجمال والسحر فإحنا <applause> خصصنا القاعه دي لبيوت الازياء بيت ازياء عايز يعرض منتجاته ستايلاته ممكن يعرضها في القاعه دي وناس تدخل تتفرج على الازياء وتشتريها هم. هل الموضوع كان مكلف ليكوا وهو بتعمل؟ آه مش مكلف لدرجه ولكن اكيد طبعا يعني صرفنا هم. على المشروع ونتمنى ان احنا نعرف نلم العائد بتاعه ولكن طبعا لما يتفتح للعالم كله اكيد هيبقى المشروع مع الوقت هيغطي تكاليفه وهو في البداية مجاني تماما يعني اي م. حد ممكن يدخل المدينة دي ويتعامل بكل محتوياتها بالمجان. هيستفيد ايه لو دخل المدينة دلوقتي علميا من الثقافة الفرعونية هيستفيد ايه؟ هيتفرج على حضارة مصر القديمة، هيتفرج على ملوك مصر القديمة، هيشوف الجو العام بتاع مصر القديمة، طبعا مش زي ما هيشوف المعابد والمقابر لأن إحنا عاملينها بأسلوب مستقبلي. لما بيشوف مصر القديمة ولكن في المستقبل في شكل بقى ماذا لو كانت استمرت الحضارة يعني؟ حقيقي مم. ومواجبة وماشي مع العصر مم. بيستمتع في ايه يعني في ايه اللي بتقدمه له بيخلي عينيه تستمتع بيه بنقدم له عالم متكامل من السحر هو بيشوف عالم ما بيشوفوش في الحقيقه بيشوف خيال مم. ممكن يقطع مسافات في ثانيه عشان تروح من معبد لمعبد انت عايز عربيه مثلا لا انت ممكن في ضغطه زر هتروح من مكان لمكان مرحلة من المراحل بتاعة توت ايرا جزء من المرحلة الأولى الهرم الكريستالي، الهرم الكريستالي ده كان معد عشان يكون مدينة فضاء ولكن طبعا عشان نعملها في الحقيقة كانت هتتكلف كتير فعملناها بشكل افتراضي خصصت المنطقة دي كمنطقة دراسات للفضاء أو انطلاق لعمل مدينة فضائية. آخر حاجة سريعاً جداً جداً عشان عندنا موجز حالاً، هل دلوقتي ده موجود مات توت على أبلكيشن على فيسبوك يقدر الناس تدخل إزاي تتفرج؟ موجود على موقع هم ممكن يدخلوا ويسجلوا كل بياناتهم مجرد توافق عليه بيبقوا زوار للمدينة. هايل. على أي حال توت إيرا هو مشروع قام بي عدد من الشباب المصريين من أجل أن يجسدوا الحضارة الفرعونية العظيمة اللي عملها أجدادنا العظام. بواقع افتراضي تقدر تخش فيه من خلال تقنية الميتافيرس مشروع بدأ النهاردة وممكن يستمر مئات وآلاف السنوات لأن الميتافيرس زي ما احنا عارفين هو واقع افتراضي هتقدر من خلاله بدل ما كنت بتتكلم على الموبايل أو تتكلم بزوم أنك تشوف اللي قدامك وش بوش واللي مش هيدخله هيفوتوا كتير لأنه هو من خلاله هتتم بعد كده الاجتماعات المستقبلية بنشكر الدكتور شريف شعبان الاستاذ بكليه الاثار جامعه القاهره وايضا المستشار العلمي لمشروع ميتا توت اللي شرفنا النهارده في سودي صباح الخير شكرا جزيلا شكرا جزيلا